يا رمضان أحلاها أيامك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسفين والله العظيم 3 أو 4 أيام ما نزلنا لأننا فتحنا ايش؟ متجر. زي ما تشوفون تيشيرتات سعود واخوانه، فتحنا متجر سعود براذرز، طبعا الرابط تحت في الوصف، يمكن اغلبكم يدري لأن اعلنا على قناتنا الرئيسية قناة سعود، فلا يفوتكم متجرنا في منتجات جميلة، رابط المتجر تحت في الوصف. الدفع عند الاستلام داخل السعودية وخارج السعودية، الدفع بالبطاقة الائتمانية والشحن لجميع دول العالم. فنبدأ التحدي يا جماعة، نطول يلا. طبعا التحدي اليوم جميل ورهيب، جانا من احد المتابعين الله يعطيه العافية، هذا على الشاشة. التحدي ببساطة اني اقول كلمة او جملة لك او انت تقول لي، يعني اقولها باللهجة العامية وانت تقولها باللهجة الفصحى. مثال يلا. مثال: محمد راح المدرسة. ذهب محمد الى المدرسة. الله زي كذا والله. اصبر الحين بيجيك الشغل او العكس. طبعا التحدي هذا فيه فائده كبيره انك تقوي اللغه العربيه. طيب نبدا التحدي مع فريقين ولا فريق واحد لحاله؟ فريقين. انا عبد الله. بس لحظه، باقي هديه. ايه جيب الجمله هديه. طبعا الفايز له هديه الدركسون هذا حق البلاي ستيشن. فالتحدي يلا يلا التحدي هذا يفوز. يلا التحدي رجال، ترى لابس تيشيرت تحدي رجال انا. ها اللي فوز ياخذه بكيف وتحداكم تاخذونه. طبعا في وقت 30 ثانية. محمد طار للسماء وتعب. محمد اجاوب انا؟ اي واحد منكم يلا. محمد طار الى السماء يلا وتعب. صح. يلا نايف راح الحديقة وكان عطشان. ها يلا صح. يلا قلها. وشو نايف راح الحديقة وكان عطشان. نايف ذهب إلى الحديقة. ايوه. وكان عطشان. الله سهل انت خبيب. سهل ها الخبيب. يلا اعطيهم كلمة ولا تعطيهم كلمة. يلا بالعامية. في واحد اسمه محمد. ايوه. مشى بالسيارة. لا مو بقصة، مو بقصة. محمد مشى بالسيارة وصدم. ها محمد واصبر والطاقة. محمد مشى. ايوه. وش محمد مشى وش الثالثة؟ محمد يمشي بالسيارة وصدم والطاقة. بسرعة 20 ثانية. مشى بالسيارة وتضرب. غلط. لا الا غلط. الا غلط. نفس الشيء وصدم نقطة. فارس راح مزرعتهم وشاف الخرفان وشم الوردة. هي قصة طويلة. قصة يلا. فارس راح لمزرعتهم وشم الوردة وطلعت ريحتها مو بزين. طيب انا اصبر. فارس ذهب الى مزرعتهم. ايوه. فقام بشم الوردة ولم تعجبه الرائحة. لا. ها؟ وأصبحت رائحتها غير جيدة. ولا جيدة. إيه على كيف غير الجملة. إلا وش قلت؟ ما أدري. نسيت. لا. وشلون غش؟ وش غش؟ والله غش. ترى الحين 1-1 يعني والله دخلت. والله غششين. والله أنا قلتها صح ترى. نفس المعنى. نسيت والله. فارس خلنا بقوله. يلا. فارس ذهب إلى مزرعته فشم الوردة ولم تعجبه الرائحة. صح. بس انت والله صح يا سعد. انت الوقت. عطل. لا والله خطا. يلا عطل. غير الجملة. اللي بيجاوب جاوب صح. والله لا تشوف. محمد راح المدرسة وطاق مع اخويه. محمد راح المدرسة وتضاربوا مع اخويه. غلط. اخويا فصحى اصحابه. فصحى حبيبي. والله جلست والله جلست. اللي خلص. امس كنت في البقاله وشريت عصير. بس حار. تعرف؟ انا عندي كلمه. امس كنت في البقاله وشريت عصير حار. يلا انت الوقت. في البارحه شربت
رحتوا للتموينات؟ خطا. غلط. غلط. خطا. ذهبتوا رحتوا ولا ذهبتوا؟ وش التمويناتي؟ والله قلت صح البارحة. والله قال البارحة أنا خلاص. يا شينك شيناه. يلا شوف. أنا ما حلوكم إيه؟ هذه بس. ما أقبحك. ما أقبحك. ما أقبحك. ما أقبحك. لا. ما أقبحك ما أقبحك. إلا يا شينك شيناه. أنا ما أقبحك ما أقبحك. هذي دي. إلا هيك. وش قلت أنت؟ ما أقبحك ما أقبحك. الله صح. أمس شريت قارورة برتقال. جاوب. بدل وقت. البارحة شربت ماء بالبرتقال. خطأ. إيه خطأ. وش قلت أنت؟ ما جبت أنت؟ أول شيء قلت أنا اشتريت. اشتريت. شرب. ما شرب. لا حول خلاص. ليه قال ماء بالبرتقال؟ الله. واحد مشى لقى خويه مشغل شيلات. طويلة شوي. واحد مشى لقى خويه مشغل شيلات. بسم الله الوقت. التصريفات ما نبي. يلا. يلا. هنالك شخص مشى. فوجد صاحبه مشغلا قصائد. لا صح. الله متعوب عليها. شيله بال بال قصيدة. ليه فقط؟ وش خطأ؟ وش قلت أنت؟ ما قلت شيء. لا والله صح. مو لازم نفس بالضبط. أهم شيء يجي نفس. إيه بس يعني. وش خطأ؟ وش شغلة؟ مشغلة. هذه أنا وشو؟ مولع. يا طب وش وش بالفصحى؟ مولع. مولع ناري. دحوم الهدية. دحوم الهدية بتروح علينا. قبل شهرين كنت اسوق السيكل وصدمت. بدل وقت. قبله شهرين. ايوه. قاعد اتكلم بالله. ترى الوقت دحوم. قبل شهرين كنت العب بدراجتي. ايوه. وش قلت؟ ان قلنا صدمت. وصدمتها. هذا وشي صدمتها. صح وصدمت خلاص. لا عدها. يلا بسرعة. قبل شهرين كنت ألعب بدراجتي وصدمت. صح خلاص. صح. الله عليك. والله 59 ثانية. كفو. والله أنا الصراحة مشتهي أسافر. أوف. يلا. والله أنك كفو. يلا صعب الوقت بدأ. يلا. والله أنا الصراحة مشتهي أسافر. يلا الوقت. يلا الوقت. أقسم أنني صراحة أريد السفر. والله صح. الله الله. أقسم. تكفى إذا جبت أبعطيك إياها أنت. أنا واثق فيك. هي تتجاوب. هذه الهدية. يلا أعطوك كلمة وبنجيب التعادل إن شاء الله. يلا صلحنا البيت على طول. بدأ الوقت. جهزنا. لا ولا لا عندك وقت انت. يلا اقعدها. لا اقعدها والله انت تجاوب. صلحنا اللعبه على طول. قمنا باصلاح البيت. قمنا باصلاح البيت على طول. وش هي؟ اقعدها. اي على طول. بقى على طول. قمنا باصلاح البيت بسرعتي. الله الله. طحت من فوق الدرج وانكسرت رجلي. سقطت من فوق السلم وانكسرت رجلي. بسرعة. شت الكورة وتسطحت عند الجيران. بدل وقت. لقد قمت بركل الكرة وسقطت على الجيران. يس الحمد لله رب العالمين. في واحد مشى. وتجي فيه صعب. يلا. واحد مشى وقطعت رجلي. يلا واحدة ثالثة. هنالك. يلا. يا سلام. يلا. هنالك شخص مشى عند الجملة. هنالك شخص مشى وانقطع. يلا. هنالك شخص مشى فانكسرت رجله ومات. والله سهلة يا أخي. حرام على الجبل. الله يسعد هذا. تبي شيء ثاني؟ أنا أقول سعد. تبي ليش الجو خلنا؟ أمريكا اتفاق. لا يا أخي أنا واحد. ومرة أنت الحين. يلا. الحين هو يجاوب. كنت منسدح في الفرشة وجاي النوم. يلا بسرعة. بدل الوقت. تكفى. بسرعة. بدل الوقت. كنت. أحد جاني راح 5 ثواني. كنت. نعم.
ايه هذا الكلمة؟ كنت منسدح في الفرشة وجاني النوم. ترى الوقت يمر. كنت منسدحا في الفراش. وش الفراش؟ انا وشو؟ يا زلمة وشو؟ دابا قايل لك. عطني جملتك. السجادة السجادة السجادة. كنت منسدحا على السجادة. يلا. كنت منسدحا على السجادة التي يلا أتاني النوم. الله صح والله صح. لا 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 ما أتاني النوم. أتاني الله وشي وش الكلام عندك وجاني النوم يا أبو؟ وش تحس فيه إذا رحت للصناعية وسيارتك خربانة؟ يا حبيبي ماذا تشعر به؟ أيوه ما انا بعايد ايش ما فيه؟ ما نساه. وش تحس فيه اذا رحت الصناعيه وسيارتك خربانه؟ ماذا تشعر به عندما تذهب الى الورشه وسيارتها عطلانتي؟ صح جو معطلتي كلها واحده. يقول لبست ملابسي وجاني المدرس كفخني. يلا بسرعة. ثلاثين ثانية وش عدها؟ 30 ثانية عدها خلاص. مو تو سهلة. يلا دحوم. يلا لبست ملابسي وجاني المدرس كفخني. دحوم بسرعة. لبست اي بسرعة ملابسي وذهبت إلى المدرسة وطقطني. انتهى الوقت. التحدي نشوفكم في ونيس بكره. لا تنسون رابط المتجر حقنا تحت متجر سعود اخوانا. لا تنسون تطلبون ونشوفكم ان شاء الله في ونيس بكره. ولا تنسون اللايك يساعدنا كثير والاشتراك في القناه. و مع السلامه.